أستاذ فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية معي من القاهرة. أستاذ فياض أهلا بك، كيف سنعكس هذا القرار على عمل النقابة في عدن؟ كان في تحفظ على عملها، الآن رئيس الوزراء مشكورا رفع هذا التحفظ وترك النقابة تشتغل بحرية كبيرة جدا في داخل المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، وهنا سنسأل سؤال أيضا عن عمل النقابة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. طبعا التوجيهات التي أصدرها الدكتور أحمد عوض بن مبارك هو تصحيح لتلك المسارات المغلوطة التي اتخذت ضد نقابة الصحفيين، وهذه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح من أجل تعزيز الشراكة ما بين السلطة الرابعة التي تعد سلطة رقابية على مؤسسات الدولة وتعمل على تقييم وانتقاد بناء للحكومة في مختلف الأصعدة سواء السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني أو المدني. وهذه القرارات أعتقد بأن الدكتور أحمد عوض بن مبارك يدرك وحكومته أيضا يدركون جيدا الأهمية الكبيرة التي يقوم بها الإعلام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة. وقد قدمت نقابة الصحفيين والصحفيين والإعلاميين في اليمن كوادر كبيرة لمواجهة هذا المشروع الانقلابي. أعتقد بأن القرار اليوم هو قرار إيجابي يصب ويعزز الشراكة ما بين الحكومة وبين مؤسسات الإعلام المختلفة، وأيضا ما بين العمل النقابي المدني الذي تقوم به نقابة الصحفيين اليمنيين الذي لها دور كبير وملموس في المحافظات المحررة وحتى في المناطق التي لا تزال تقبع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. هنالك جهود تبذل رغم الضغوطات وضغط ورغم الممارسات التي تمارس ضد حاملي الكلمة وأيضا حاملي الرأي. فاليوم الحكومة اليمنية وبتوجيهات من الدكتور أحمد عوض مبارك بأن هنالك جهود لمكافحة الفساد، فالإعلام ونقابة الصحفيين شريك أساسي في هذا المشروع من أجل إنجاحه وإيصال المعلومة وإيصال الحقيقة للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بشكل واضح. إذا هنالك جهود بذلت من قبل نقابة الصحفيين اليمنيين في إعداد تقارير وتسليمها للمحافل الدولية سواء للأمم المتحدة أو حتى لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والذي عمد بجهد كبير من أجل إيقاف القرارات التعسفية والغير قانونية التي أصدرت من قبل الميليشيات الحوثية ضد الصحفيين وحكم الإعدامات وأيضا الإخفاءات القسرية. أعتقد بأن هذه القرارات التي أصدرها الدكتور أحمد عوض مبارك هي بادرة إيجابية يمكن البناء عليها من أجل تعزيز الشراكة الحقيقية ما بين الحكومة وبين المؤسسات الإعلامية وتحديدا نقابة الصحفيين اليمنيين. طيب أستاذ فياض، كان موقف الحكومة من القرار السابق بمنع العمل كان يقصد أن تنقل النقابة مقرها الرئيسي إلى عدن يعني. طيب ما المانع أن النقابة تعمل مؤتمر صحفي وتعلن أن مقرها الرئيسي أصبح في عدن يعني؟ طبعا لا يوجد هنالك موانع واضحة، لكن ندرك جيدا بأن المجلس الأعلى لنقابة الصحفيين اليمنيين غير متواجد في اليمن بسبب الانقلاب الحوثي والمضايقات التي مورست ضد مجلس النقابة والذين يتواجدون سواء ببقاع مختلفة من العواصم المختلفة. أعتقد بأن نقابة الصحفيين تقوم بدورها المناط بها وفق الأدبيات التي أنشئت من أجله سواء في إطار السلم أو في إطار الأزمات التي تمر بها اليمن. أعتقد بأن النقابة قادرة على نقل مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن هنالك معضلات حقيقية واجهت نقابة الصحفيين اليوم. مقر نقابة الصحفيين في عدن ليس بيد
يعد فرع النقابة في عدن، وأعتقد بأن الحكومة اليمنية اليوم يجب أن تقوم بدور كبير من أجل إيجاد تقارب حقيقي ما بين تلك نعم. الكيانات التي أنشئت والتي تشكلت بعد انقلاب الميليشيات الحوثية سواء في المناطق المحررة، من أجل دمجها ووفق شروط العضوية ووفق شروط وأدبيات نقابة الصحفيين، من أجل احتوائها وعدم توزيع دورها وضعفها. اليوم ضعف نقابة الصحفيين والسلطة الرابعة في اليمن يصب في خدمة الميليشيات الحوثية وليس من أجل أي مصلحة أخرى. اليوم يجب أن يتم توحيد هذه النقابة وجهودها ومخرجاتها وأيضا أعضائها من أجل إيجاد مشروع واضح للإعلام والإعلاميين لكشف ما تبقى من الوجه القبيح لهذه الميليشيات الحوثية.